الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية أكل طاجن البمية في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في حال رأى الحالم أنه يأكل طاجن بامية لذيذ في المنام يدل ذلك على الخير، كما يمكن أن يشير إلى الشفاء والسلامة من المرض في حال كان الرائي مريض، كما يدل للمهموم على اقتراب زوال همه. عندما يرى الحالم أكل طاجن البامية الفاسدة في المنام يكون دليل على المشاكل مع الأهل، كما يمكن أن يكون إشارة إلى التعرض للأزمات المالية للرائي في المرحلة القادمة. في حال رأى الحالم أنه يشتري البمية الطازجة في المنام يدل ذلك على خير وفير. عندما ترى المرأة المتزوجة شراء البمية الطازجة يكون دليل على رزق وفير تناله. إذا رأت الفتاة العزباء شراء البمية الطازجة يدل على الزواج والتفوق في العمل. عند رؤية المرأة الحامل لذلك يدل على الولادة السهلة للمرأة. في حال رأى الحالم البمية في المنام يكون ذلك دليل على عدة أمور، وذلك وفق حال البمية. فإذا رأى الحالم البمية الصفراء في المنام يكون دليل على الأمور الغير طيبة، حيث يمكن أن يشير للمريض للمرض أو الأزمات التي يتورط بها الشخص في الفترة القادمة، بينما تدل البمية الناضجة على الخير الذي يراه الشخص في الفترة القادمة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.